ده جدا بالنسبه لي ما كانش ابروفد قبل كده في الفورين لاينز. اخر حاجه خدت ابروفال فورين لاينز اكتوبر 2017 من كام شهر كده خد ابروفال في الفور هيد لاينز. على عكسهم المسلز الثانيه اللي بتعمل ديبريشن اوف ذا اي براو اللي بتنزل الاي براو، المسلز اللي بتنزل الاي براو كل بقيه المسلز دي بتنزل الاي براو منهم كورجيتور سوبر سيلياي بروسيرز وبيكولاتس اوكيلاي ديبلوسر سوبر سيلياي كل دول بينزلوا الاي براو. وبالتالي احنا عندنا تو تايبز اوف مسل، مسل بترفع الاي براو وهي الوحيده الفرونتاليز وعشان كده هي خطيره جدا في شغلها وعشان كده تاخر الابروفال بتاع الاف دي ابروفال بتاع لحد من كام شهر فاتوا. ومسلز بتنزل الاي براو دول كانوا اول ناس خدوا اف دي ابروفال سنه 2002 اللي هم الكورجيتور سوبر سيلياي اللي هم بيعملوا الفراون لاينز contraction of the frontalis produced a series of primary horizontal for the wrinkles which appeared in the late 20s to early 40s. الصور هي هتبين اكتر. ده الاوكسيبوتو فرونتالس found for the head, for forehead. This muscle arises the eyebrows giving a surprised facial expression. دي المسؤولة على transverse forehead lines. مين؟ الفرونتالس صاحبتنا دي. واهميه الفرونتال زي ما قلنا الوحيده اللي بترفع الاي براو يا جماعه، الوحيده اللي بترفع الاي براو. بعد كده نخش على تاني تايبس اوف رينكلز موجوده في الابر ثيرد اوف ذا فيس اللي هم الفراون لاينز. الفراون لاينز اللي هم التقطيبه اللي هي ال 100 بنقول عليها ال 111 جلابيلر فراون لاينز، دول اسمه جلابيلر كومبلكس وده جروب اوف براو اسوشيتد ماسلز. عشان بس دي الحاجات لما تيجي تتكرر بالنسبه لكم لما يجي يقول فراون لاينز بسمع عنهم الجلابيلر كومبلكس. الجلابيلر كومبلكس دي مجموعه المسلز الموجوده بين الاي براوز دولت واهمهم الكورجيتور سوبر سيلياي. مسلز الجلابيلر كومبلكس انكلود الكلاز والكلاي كورجيتور مسلز which moves the eyebrows medially or inferomedially, the procerus with the pressure super ciliary muscles, or the class of culi, or the class of culi, the sphincter muscle of the eyelid, دي اللي حوالين الاه. والصور طبعا اللي هتبان اكتر كورجيتور سوبر سيلياري هي arise from the medial end of the superciliary arch and run at the angle to insert along the above and the skin of the eyebrow most of the muscle passing through the fibers of the crus oculi and the frontalis muscle. Hyperactivity في الكورجيتور سوبرسيلياري ده بيدينا الجلابيلر كومبلكس. الجلابيلر كومبلكس احنا بنقول عليها بالعربي ال 111. دي الكورجيتور يا جماعه وزي ما احنا واضحه خالص 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 الصوره دي تمام. كورجيتور سوبر سيلياري this muscle is found between the eyebrows it draws the eyebrow together making your frown. بعد كده العضله الثالثه بتعمل حاجه اسمها ترانزفيرس رينكينج كده في الابر نوز اسمها بروسيرس باسل. بروسيرس والدبريس سوبر سيلياري لا adjacent to one another and may be an extension of the frontalis muscle. This originate from the lesser bone and extend upward to insert into the skin of the brow intertwining with fibers of the orbicularis oculi and frontalis muscles. The procerus draws the median angle of the eyebrow down and reduce transverse wrinkling over the nasal bridge. The transverse wrinkle over the nasal bridge. ثالث نوع من انواع الرينكلز اللي موجوده عندنا والمهمه حاجه اسمها كروز فيد. كروز فيد دولت اللي هم البري اوربيتال رينكلز. البري اوربيتال رينكلز كروز فيد في اللاترال كونسال اريا برودوس باي ذا اكشن بتاع مين؟ الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل تمام. All three portions of the orbicularis oculi muscle contract to form wrinkling lateral to the lateral canthus region. Resulting crow's feet can become permanent typically after 13 years of age. ودي الاوربيكولاريس اوكيولاي بتاعتنا موجوده في الابر ثيرد اوف ذا فيس اول واحده منهم المصل ودي مسؤوله عن الفور هيد ترانسفيرس لاين. تاني حاجه الجلابيلر كومبلكس واهمهم واهم عضله فيهم كورجيتور سوبر سيلياري ودي مسؤوله عن الفراون لاينز. الفراون لاينز بنقول عليها 111. ثالث واحدة منهم الأوربيكولاريس أوكيولاي ودي مسؤولة عن الكروز فيد أو بري أوربيتال رينكلز الموجودة حوالين العين. بسهولة خالص نعرف إزاي نحددهم إزاي. أول حاجة عشان نعرف الفرونتالز مصر والفور هيد لاينز ولا العين يرفع حواجبك. تاني حاجة عشان نعرف ال 111 نقول له قطب. تالت حاجة عشان نشوف الرينكلز اللي حوالين العين نقول للعين اضحك.
تمام؟ ده بيحرك المسلز ويخليه يبان قدامنا المسلز اوف فيشال اكسبريشنز والريتلز الموجوده. كل ديت يا جماعه المسلز اوف فيشال اكسبريشنز كلهم اكسوب فرانتال كورجيتور، والمهم عندنا بالنسبه لنا الثلاثه الاولانيين اكسوب الاورتازو جلاي كورجيتور اكسوب فرانتال، والباقيين في اللور تو سيلز اوف ذا فيس. والمشهورين بالنسبه لنا قوي عشان احنا زي ما احنا بنقول البوتوكس ممكن يستخدم في الابر سيلز اوف اللور تو سيلز، بس في الاساس هو في الابر وان سيلز اوف ذا فيس. الفيلرز ممكن يستخدم فوق وتحت، بس في الاساس هم في اللور تو سيلز اوف ذا فيس. خلينا بس كده كونسنسس كده وحاجات مبدئيه، تمام؟ يبقى اهم حاجه انا هحقن فين؟ انا هحقن في ماسلز اوف فيشال اكسبريشن المسؤوله عن الخطوط التعبيريه اللي بتظهر نتيجه العمر، نتيجه التطور في العمر. الخطوط التعبيريه دي بتبتدي تبان عشان كونتينوال كونتراكشن اوف ذيس ماسلز، تمام؟ ده كورجيتور والاوربيكولاريز اوكيولاي بسهوله خالص اهي، بكلاس اوكلاي الفرونتاليز الكورجيتور سوبر سيلياري المسؤول عن الفراونينج كورجيتور سوبر سيلياري بروز اي براو ميديالي. عشان نسهل الامور بالنسبه لنا هم ثلاثه تايمز اوف رينكلز، وقلناهم وقلنا المسلز المسؤوله عنها لان هي ديت التارجت اللي انا هحقن فيه، تمام؟ زي ما احنا شايفين استول الرينكلز لجريدز من اول الهوريزونتال فور لاينز الخفيفه خالص لحد الهوريزونتال فور هيد لاينز المحفوره اللي غالبا ما بتستجيبش كومبليتلي للبوتوكس وبتحتاج بعد كده ان احنا نحقنها فيلر، تمام؟ بعد كده البري اوربيتال لاينز نفس الوضع هي لحد لما نوصل انها تبقى محفوره زي ما احنا قلنا ما بتستجيبش كومبليتلي للبوتوكس برضه وبتحتاج فيلر بعد البوتوكس. نفس الوضع الكلابيلر فراون لحد ما توصل ل 111 محفوره بتحتاج فيلر بعد البوتوكس برضه، تمام؟ طيب انا عرفت انا هحقن فين؟ انا هحقن في الفيش ماسلز اوفيشال اكسبريشن. طب الماسلز اوفيشال اكسبريشن ديت هي المسؤوله عن وجود الرينكلز الموجوده في الوش، تمام؟ طب هحقن ايه؟ ده السؤال الثاني المهم. انا هحقن ايه؟ سيمبلي خالص بوتوكس. طيب بوتوكس ده حاجه يعني كده مش لازم نكون عارفين سيمبل بيز عنها، هو ده اللي احنا يعني احنا جايين النهارده عشان نديكم سيمبل انترودكشن توورز بوتوكس، بس مش اكتر من كده. طيب البوتوكس بوتوكس زي ما احنا عارفين بروديوسد باي ذا ايروبيك سبور انيروبيك سبور فورم بكتيريا بلوستريديوم بوتلينا 7 ايمولوجيكالي ديستنكت سيرو تايبس A و B و C و D و A و F و G. البوتوكس ايه؟ هو اللي احنا بنستخدمه ذا موست بوتنت، وهو اكثر واحد لونج ديوريشن، وهو الوحيد اللي احنا بنستخدمه. طيب الميكانيزم اوف اكشن البوتوكس بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا البوتوكس بيشتغل على مصر، وده ما هو بيشتغل على مصر بيعمل باراليسيس على باراليسيس للمصر دي، تمام؟ باراليسنج سكيليتال مصر، تمام؟ ذا بارشتال سايت اوف اكشن از نيورو ماسكولار سينابس بسهوله خالص بيمنع الاستايل كولير ريليز، تمام؟ بيمنع الاستايل كولير ريليز ازاي؟ عشان يحصل فيه استايل كولير ريليز في حاجه هنا اسمها سنار بروتينز. سنار بروتينز دي بتمسك في السينابتك فيسيكل اللي محمله بالاستايل كولين عشان تسحبها وتوريها وتوديها للنيورو ماسكولار جنكشن المنطقه دي، عشان الاستايل كولين يطلع من هنا في المنطقه دي يروح رايح على المصل يحصل للمصل دي كونتراكشن. سيمبلي خالص البوتوكس او البوتوكسين توكسين بيعمل ايه؟ بيروح رايح على سنار بروتينز دولت يروح مكسرهم، وبالتالي الاستايل كولين اللي موجود جوه السينابتك فيزيكال ديت ما بيخرجش بره، وبالتالي ما بيحصلش فيه كونتراكشن للمصري. هو سيمبلي خالص بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ستوب اوف اسيتايل كولين ريليز سو باراليسيس اوف ذا افكتد مصري اللي احنا بنحكم فيها، تمام؟ هو طبعا ما احنا ما بنقولش للعيان باراليسيس خالص، خلينا نكون صريحين كده مع في شغل البرايفت ما بتقولش باراليسيس، بيعمل توقف لحركه العضله لفتره معينه من 4 لـ6 شهور، تمام؟ احنا دلوقتي الماده اللي احنا هنستخدمها بوتوليوم توكسين. بوتوليوم توكسين له
7 immunological types A B C D E. الواحد الوحيد اللي مستخدم عندنا A. طيب البي بيستخدم؟ لا البي ما بيستخدمش. حاجة اسمها مايوبلوك. المايوبلوك ده بيستخدم في النيورولوجي، ما بيستخدمش عندنا. ليه ما بيستخدمش عندنا؟ عشان بيبول انجكشن والشورت ديوريشن اوف اكشن. الوحيد اللي احنا بنستخدمه بروتيولونا توكسين اي. طب هو نوع واحد بروتيولونا توكسين اي ده؟ لا، له انواع كتيره جدا. وزي ما احنا شايفين في الجدول ده من اهمهم بوتوكس باي نيم. بوتوكس باي نيم بتاع شركه الارجان، في عندنا ديسبورتوزيومين ولونوكس وحاجتين كده صيني، بورتوكسو بروتيولونا توكسين اي. طيب هو احنا في شغلنا دايما بنبص على الاف دي اي ابروفال، الايه اللي واخد اف دي ابروفال عشان نشتغل بيه، لان هو ده هيبقى اهم حاجه. اول واحد منهم خد الاف دي ابروفال اللي هو بوتوكس باينين بتاع شركه الارجان، وبعد كده ديسبورت خد 2009، والزيومين 2011 خد، وبعد كده النيورونوكس. النيورونوكس ما خدش ولكنه خد، هو حاجه كوريان ساوث كوريان، وده موجود في الماركت دلوقتي، ساوث كوريان اف دي اي ابروفال، بس ما خدش اف دي ابروفال يو اس اي FDA approval. طيب هل انا لما اشتغل بالبوكس زي ما اشتغل بالسبورز زي ما اشتغل بالزيوين زي ما اشتغل بالنيورو؟ لا خالص، كلهم حاجات مختلفه عن بعض، ولكنهم في الاخر هم بوتيولينم توكسين اي. هم في الاخر بوتيولينم توكسين اي. طب بيفرقوا معايا في ايه؟ بيفرقوا معايا في البوتنس بتاعتهم. البوتوكس 1 يونت اوف بوتوكس بتساوي من 2.5 ل 3 ويونتس اوف ديسبور. عشان كده الديسبور بينزل في فورميوليشن 300 وحده، زي ما احنا عارفين البوتوكس بينزل في فورميوليشن 100 وحده، الديسبور بينزل في فورميوليشن 300 وحده، والوين اليونت بتاعت البوتوكس بتساوي 2.5 ل 3 يونتس اوف ديسبور. الزيومين برضو اليونت بتاعت البوتوكس بتساوي 1.5 لواحد من الزيومين. النيورونوكس مساوي للبوتوكس بالظبط، فبنستخدمه زيه بالظبط. تمام؟ طيب يا جماعه اوكي، يبقى احنا عرفنا احنا هنحقن فين وهنحقن ايه. هنحقن فين؟ هنحقن في الـ في الـ في, الـ في الرينكلز. طب الرينكلز مين المسؤول عنها؟ ماسلز اوفيشال اكسبريشن. طب ايه الماسلز اوفيشال اكسبريشن؟ قلنا واحده منهم ممكن نقسمهم تو جروبز كده بسهوله، او ممكن نقسمهم اكوردنج تو ذا فيشال رينكل اللي انا شايفها. الفيشرينج اللي انا شايفها اللي هو ترانزفيرس فورهيد لاينز، مين المسؤول عنهم؟ فرونتاليس ماسل. ونخلي بالك فرونتاليس ماسل الوحيده اللي بترفع الاي بريل. تاني حاجه الكلابيلا فراول لاينز، ولازم تكون عارفين الماسلز المسؤوله عن كوريجيتور سوبر سلايد وفرازو كلاي وبروسيراس ماسل. وبعد كده البري اوربيتال رينكلز اللي هم اسمهم كروس فيت، مين المسؤول عنهم؟ اوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. اوربيكولاريس اوكيولاي. طب هنحقن ايه؟ لازم اكون بالظبط عارف انا هحقن ايه بالظبط قبل ما اشتغل. انا هحقن بوتوكس ولا ديسبوت ولا نيورونوكس، ولا هشتغل بحاجه وهشتغل بحاجه اف دي ابروف ولا حاجه نوك اف دي ابروف؟ وانا بشتغل ببقى عارف انا بشتغل ايه بالظبط. انا هشتغل بالبوتوكس بتاع شركه الاركان، انا خلاص انا في السيف سايد، بشتغل بالديسبوت، بشتغل بالنيورونوكس، نوك انا عارف ان هو نوك اف دي ابروف، بس واخد ساوث كوريان اف دي ابروف. ماشي. طيب ابلكيشن بنستخدم البوتوكس في ايه؟ اهم انديكيشن بالنسبه لنا الفيشيال رينكلز. ساعات بنستخدم في الهايبر هيدروسيس، بس ده مش قصتنا النهارده. قصتنا النهارده الرينكلز. اهم رينكلز وخدوا هم الثلاثه يا جماعه، خدوا الاف دي ابروفال دلوقتي. اول واحده منهم خدت الاف دي ابروفال جلابيلر فراولاينز، خدتها 2002. بعد كده 2013 خدت الكروس فيد ابروفال. بعد كده اخر حاجه 2017 خدت ال فور هيد لاينز، خدوا الابروفال. تمام؟ ذا كوزميتيك اوف بوتينيوم توكسين از ويل ستادد فور ذا تريتمنت اوف كلابيلا فرون لاينز وريزولتا فور دايتيز اند لاترال كانسر لاينز كروس فيد. كارنتلي فيزيشنز ار بيجن تو اكسبلور اذر يوزز كونتور جولاين والنك والنزوليبيان فولد والحاجات اللي زي اهم البوتوكس كوزموتيك. طيب البوتوكس كوزموتيك ممكن يبقى خلاص انا عرفنا هنشتغل بايه وهنشتغل في ايه. طيب الحاجه اللي انا هشتغل بيها ديت لازم اكون عارف عليها شويه هنتس. اول حاجه هو جاي لي في صوره ايه؟ في صوره وحدات يونتس. تمام؟ هو غالبا بيجي في صوره 100 وحده، وال 100 وحده دول انا بحلهم ب نون بريزيرف سلايد. تمام؟ او ممكن يستخدم بريزيرف سلايد زي ما يجي بعد كده. طب انا بحلها لو 50 وحده هحلها في سنتي وربع سلايد، لو 100 وحده هحلها في 2.5 سلايد. تمام؟ ولازم اكون متاكد ان الواحد من عشرة من المحلول ده هيبقى فيه كام وحده.
وانا شغال واحد من عشرة يعني عشر سرنجة الانسولين، عشر سرنجة الانسولين، ست شرطة من عشر شرطات في سرنجة الانسولين. لازم اكون متأكد وانا بحقن انا قدي كم وحدة كم وحدة. فاحنا غالبا بنحل عشان نوصل للاربعة يونتس بالواحد من عشرة مليمتر، اربعة يونتس بالواحد من عشرة مليمتر. ماشي. المهم بعد ما يتحل المفروض يفضل مباشرة، المفروض وزن 24 أرز، بس ممكن يدانه شغال لمدة أسبوعين، في ناس بيقولوا بيدانه شغال أكتر. وانس ده يوزن خلاص أنا حليته، المفروض إن هو أساسا بيجي لنا في الريفريجريتور يا جماعة، لازم يكون متعان في الفريزر، تمام؟ وانس إن أنا حليته أحطه في التلاجة من 2 درجة سنتيجريد 8 درجة سنتيجريد في باب التلاجة، أوكي؟ دي العلبة بتاعت البط مش لاقيينه الوقت، وزي ما أنتم شايفين 100 وحده. بتيجي العلبه كده تبص عليها يمين شمال فوق تحت ما تلاقيش فيها حاجه. البوتوكس بتاعها بيبقى في القعر هنا حاجه صغيره خالص مش باينه جدا خالص، عشان كده في بعض يعني ايه غالبا الادام هي مقفوله، غالبا بتبقى كويسه وبيبقى فيها البوتوكس. ماشي. طيب يوزنج ان اوبريت سايز نيدل اند سيرنج درو، هنسحب السلايد اللي هو نون بريزيرفد سلايد. لو انا عاوز احل ال 50 وحده في واحد ربع او ال 100 وحده في 2.5، وبعد كده نحط النيدل سلولي انجكت ذا سلايد انتو ذا بوتوكس. في فاكيوم جوه البوتوكس، العلبه الازازه بتاعت البوتوكس دي معموله اندر فاكيوم، وبالتالي انا اول ما احط السرنجه جواها هتلاقيها بتسحب السلايد لوحدها، هتلاقيها بتسحب السلايد، ولازم نعملها كده يعني لازم نكون تلتت كده عشان السلايد هو لازم ينزل على الورز بتاعت البونا ما ينزلش مباشره على البوتينر توكسين اللي موجود في حاجه صغيره خالص في قعر الازازه. طيب في كل شغلنا لازم نبقى حريصين وبالراحه جدا عشان ما نعملش denaturation of the toxin. denaturation of the toxin بيقلل الافكاسي بتاعته، فاحنا لازم نكون بالراحه جدا والصلايد ينزل على الكل بشيل الابره عشان يطلع الفاكهه الموجود فيه، وبعد كده ببتدي اسحب وابتدي اشتغل اسحب نص ملي وابتدي اشتغل، بس بكون عارف بالظبط انا حليت على كام عشان اكون عارف الواحد من 10 ملي فيه كام يونت. تمام كده يا جماعه؟ هنحط نيدل وابتدي نشتغل. طيب اهم حاجه بنشتغل بيها في البوتوكس اللي هو الكلابيلا، ودي اول ابلكيشن خدناه اللي هو ال 111 اللي بنقول عليها اللي هي الكلابيلا فراون لايف. غالبا بنختار خمسه سايز انجكت. احنا بنتكلم دلوقتي مش ورك شوب، بس احنا بنقول الكونسنسس ريكومنديشن. في شغل البوتوكس في ايه الابر سيرت اوف ذا فيس، اهمهم الكلابيلا رينز. غالبا بنختار خمسه سايز، وكل سايز بنحط فيه اربعه. كل شغلنا سواء كان بوتوكس او فيلر لازم في حاجه كده انديفيدواليز، بليز انديفيدواليز الشغل على مقاس العيان. كل عامل في دماغك قوي ان الرجاله بياخدوا كميات اكبر، الستات بياخدوا كميات اقل عشان المصل بارك بتاعت الرجاله بتبقى اكبر. تكون عامل في دماغك قوي هل في البروسيرا شغاله ولا لا من جهه الترانزفيرس لاين. لو البروسيرا مش شغاله مش هنحكم فيها، ويبقى الخمسه سايز دول او اربعه. تكنيك وان سايد اون ايتش سايد از يوزد تو انجكت ذا فلوجيتور، وان سايد اون ايتش سايد از يوزد تو انجكت ذا بلاز كلايوت بروسيس بارس ريال، وان سايد عشان انجكت البروسيرس بالميد لاين. ذا بيشنت اسكت انيشال تو فراون، اي قبل ما اشتغل بقول للعيان اعمل فراونج. ما احنا قلنا الفراونج ده اللي بيعمل الكلابيلر كومبلكس اللي مسؤول عن ال 111 عشان اشوف انا هحقن فين. تمام. بعد كده بيعمل فراون، انا ببتدي انقط النقط اللي انا عايزها، هيجي بالتفصيل النقط دي بالظبط. تكنيك بنعمل البوينتس بتاعت الانجكشن، وكل بوينت 4-6 يونتس زي ما احنا قلنا. زي ما قلت لكم قبل كده اخر حاجه خدت ابروفال اكتوبر 3/2017 البوتوكس 4/4 هيد لاينز والهوريزونتال فور لاينز، والفور بوتوكس انجكشن تو تريت الهوريزونتال فور لاينز.